فاس عندنا الصباح ديال العيد خصنا نفطروا بالعصيده المغربيه الفاسيه هذيك العصيده بالعسيله ولا السكر ضروري، وخصنا نهبطوا للنجارين نتفرجوا في الملحون وكديروا الكباحي ضروري، داكشي خصنا الاجواء كتكون ممتعه ورائعه جدا. الصراحة والله فرحانين بزاف الحمد لله اللي رجعت الحياة الطبيعية ديالنا ولينا نشوفوا هذا الشيء هذا. وفي الليل البارح في الليل كنهبطوا للزاويات مثلا الزاوية ديال سيدي قاسم بن رحمون، هبطنا لها هي كانت ليلة ممتعة بالمسمعين وليلة رائعة جدا صراحة، شعور لا يوصف. العادات ديالنا والتقاليد يعني ما كنقولوش شي حاجة فيها بدع ولا، كنذكروا سيدنا محمد وصافي الله يجعله يا ربي يتقبل منا وصافي هادشي اللي كاين، وان شاء الله ما يكون عندنا واحد الجو زوين في مدينه فاس. كيكون ذكرى مولد النبوي الشريف ان كيكون عندنا زاويات، كيكونوا عندنا في الليل كيتقاموا شرفه درسيين شرفه كتانيين شرفه عدد من الشرفات انهم كيمشيو لشي زاويه كيديروا المديح والسماع، كيكون كيديروا طقوس انهم كيبقاو الخمره كتكون الامداح، كيكون حتى اللي كيديروا واحد الموائد ديال العشاء كيكونوا فيها التريد فيها بزاف الصوت فيها، كيكون بزاف ديال الثقافات. بصح جابوا وليداتي صغارين انهم كيورثوا تقاليد وثقافات ديال فاس وتتعرفوا عليها، لانها فاس العاصمه العلميه والثقافيه ديال العالم. راك عارفين تبارك الله لا من الزخرفه ديالها ولا من اي ثقافه عندها انها تيكون سيدي فرج مع الشياخ القدام مع سي قنون مع سيدي العلامي خلق يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله، وكان الناس تيجيو في الصباح الاول الخلق ديالو هاي السبع ايام تيعملوا الممات ديالو، والناس من تيجيو من اي انحاء المغرب تيتسلطع على هذا الذكرى ديالو ما عمرها تقطع نهائيا، وخاص مدينة فاس. مدينة فاس معزة بهذا النهار هذا، تنديروا العصيدة وتنهودوا عاد تنهودوا تسيل الفرج. العصيدة بالعسال وتنديروا الملاوي بالعسال، الملاوي بالعسال والعصيدة بالزبدة بلدية والعسال وداك الشيء تناكلوها ونصليو على النبي وعاد تنهبطوا لسيدي فرج. من أول الزمان هذه مدة ديالها 60 عام ولا 70 عام كاين الزوايا، ابتداء من اليوم كاين الزوايا، عاود الزوايا دابا راه حنا غاديين لواحد الموقع ديال الشرفاء عاوتاني لواحد الدار فيها هو المخير في الاعياد كلها. والله ينصر سيدنا وينصر وليدات وينصر الشعب ديالنا، والله يسترنا ويستركم الله، وكنا نحتفلوا يا سيدي وتبجاج البلدي والخير والتريد والتبدال والزهر والعود وخير الله كاين الحبيب كل شيء كاين. هذا العيد هو المخير في العالم كله، سيدنا سيدي من ولاية دريس ومدينة فاس العزيزة، رحنا ولدنا وليداتنا ورحنا الحبيب كبرنا هنا ورحنا الحبيب جينا بلادنا صغارين كبرنا في هذه الأرض السعيدة الحبيبة فيها كل خير. كما جرت العادة على عادة الأسلاف حاولنا باش نحييو هذه العادات اللي كانوا كيديروها والدينا، ومن ضمن يعني الاساس علاش اسسنا هذه الجمعيه وهي احياء كل ما كان قديما، لان هذا عيد المولد النبوي ماشي من الابتكار ديالي، هذا عيد المولد النبوي كانوا كيديروه والدينا وجدودنا، فلهذا انا قررت باش نضم باش جمعيه عبد الكريم قنون يعني باش نحاول ما امكن نحيي كل ما كان قديما وباش كنبتوا هذا وكنرسخوا هذا المنحول في ذاكرة الشباب وفي ذاكرة الناس اللي ما حضروش على القديم يحضروا على الجديد. موازاة مع عيد المولد النبوي كنديروا أمسيات ديال دارت، وهي عبارة عن أمسية عند أحد المولوعين في مدينة فاس، يعني بدون مناسبة كنديروا أمسية ديال دارت كل جمعة عند واحد، ونحتفل كذلك بموسم المولى إدريس ونحتفل بنزاهة
في فصل الربيع، نزاهة كتكون في الفضاء يعني في مع الخضورة ومع المياه مع داو، وكذلك مدينة فاس تزخر بهذه المناظر الطبيعية، فلهذا كنديروا نزاهة، لأن الملحون فيه من غير المدح الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قصائد خاصة بالربيعيات. Oh,